اهلا بك خويا عبد الله، واهلا بمشاهدي موقع اخبارنا. تنظر بان تبعت المقابله، ولكن كشوف يعني ماشي الجمهور المغربي انه من حقه انه يعبر على النتيجه باي طريقه بغى. كاين اللي عجبو الماتش، كاين اللي ما عجبوش الماتش، كاين اللي قال لك اننا بغينا نربحو، كان خاصنا نربحو. ولكن اللي كنستغرب ليه هو بعض الاعلاميين اللي عارفين المنتخب الوطني يلا تجدد. بالنسبه لي انا، لانه المرحله ديال الوليد عهد جديد مع وليد تقريبا 3 شهور باش خدا المنتخب الوطني، الا غادي نحسبوها اول مقابله رسميه بالنسبه لوليد. 3 مقابلات وديه كلين شيت، رجعت الثقه. يعني المقابله ديال شيلي والباراغواي وجورجيا رجعت الثقه، يعني شفنا واحد الهويه ديال المنتخب الوطني، شفنا واحد الروح وواحد المسؤوليه بانت على لاعبين المنتخب الوطني، شفنا اجواء اللي هي صحيه. ف احنا كنا كنتوقعوا المنتخب الوطني انه يمشي يدير مشاركه على الاقل مشرفه. الا غادي ناخذوا غير واحد النقطه ديال المرحله ديال خليل وزيتش، يعني غير في الامس القريب كنا تنقولوا ناري المنتخب غادي يمشي، وكنا كنطالبوا يعني بالتسريح ديالو او الاقاله ديالو، لان ما شفناش ديك الهويه ديال المنتخب الوطني، كان واحد التخوف كبير. وكان الراي العام ولا الجمهور المغربي تيقول لك غادي نمشيو من اجل المشاركه فقط. ولكن ان فوا جا وليد وشفنا المقابلات الوديه تبدلت الامور 180 درجه، ولينا ولينا كنتوقعوا اننا نمروا للدور الثاني. فهذه كلها امور من حق الشعب المغربي، انه شعب طمع تيبغي يشوف المنتخب الوطني يعني في مستوى جيد. ولكن القرعه ما كانش رحيمه بينا، مي امنا بالقدرات ديالنا، واجهنا منتخب اللي قوي. كنهضروا على وصيف البطل، الكل غادي يقول لي بانه 2018 اربع سنوات كيتقوى فيها المنتخب، لانه هذوك اللاعبين ديال كرواتيا راه هما اللي كانوا في 2018، يعني عندهم استمراريه، عندهم تجربه اللي هي كبيره. كفايه انك تذكر من انه اقوى وسط ميدان تنظن او ثاني اقوى وسط ميدان اللي كاين في التظاهره هذه، يعني كتهضر على مودريتش، كوفازيتش، وبروزوفيتش، عازيدهم بيليزيتش، يعني الناس كتلعب في واحد المستوى اللي هو عالي. دونك مقابله كانت تكتيكيه، وكنعرفوا دائما يعني رهبه البدايات. المنتخب الوطني ما دخلش متخوف، لانه في الاربع ساعه الاولى كان جس النبض، نشوفوا طريقه اللعب ديال المنتخب الكرواتي، وبشويه بشويه ندخلوا في المقابله. ليسونسيال ان نلعبوا على نقاط القوه ونقاط الضعف ديالهم. نقاط القوه ديالهم في وسط الميدان، دونك ما خصهمش يدخلوا من العمق. الا دخلوا من العمق غادي ناكلوا العصا بطبيعه الحال. شوف، وممنوع الاخطاء في التمرير، لان تخلص فيها كاش. الا بغاو يمشوا على الاطراف يمشوا على الاطراف، لان عندنا حكيمي ومزراوي، وكيكون يعني السوتيا ديالهم هو اناحي ومرابط، ومن الجهه الاخرى كذلك كنشوفوا الدور ديال الاملاح والمرابط. المرابط اللي قبل بالمناسبه المقابله اللي هي كبيره، من احسن المقابلات اللي شاهدتها المرابط. فالمقابله كانت تلعب على جزئيات اللي هي بسيطه، فبطبيعه الحال كنا بغينا نربحوا، حنا طماع. ولكن راك انت مواجه خصم اللي ما خلاش لك حتى هو مساحات، لان المقابله كانت تكتيكيه، كانت تلعب على جزئيات بسيطة، هفوة، غلط، ضربة ثابتة. فهذه كلها أمور وليد يعني فطل ليها. وشتينا بعض المرات مدرش كياخذ الكرة في المنطقة ديالو، لأنه ما قدرش يلقى الحلول، لأنه كانت عندنا واحد الكثافة في وسط الميدان، وكنا كنلعبوا على يعني التمرير السريع، ولكن حتى هما دايرين الحسابات ديالهم. فبالنسبة لي أنا نقطة جيدة تتعطيك واحد البصيص، ماشي بصيص من الآن، كتعطيك الأمل لمرور الدور الثاني، لأنه باقي المقابلتين. تصور لو كانت الهزيمة كنا غادي نتكلموا ونهضروا هضرة آخر، مدرب زراق لا خصو يمشي بحاله. دونك لا، لعبتي على حسب الإمكانيات ديالك، رغم أننا عندنا لاعبين متميزين، ولكن رتقيتي مع وصيف البطل خصني نقولها. زلاتكو راه من 2017 هو مع كرواتيا، كنهضروا على 5 أو 6 سنوات، عندك بالون دور مودريتش، تجربة كبيرة، خبرة، لأنه دائما كيشاركوا هما في المونديال. حنا وليد راه عنده مقابلتين فقط، أو هذه أول مقابلة رسمية، ويلا شهرين باش شد المنتخب ودار ذاك الأداء، رغم التحفظ ديالي بعد أداء ديال اللاعبين، ولكن ما يمكنش، لأن هذوك اللاعبين كنعرفوهم كأناحي، كأملاح، كزياش، كبوفال. فبالنسبة لي أنا الدور في المقابلة هي اللي خلات هاد اللاعبين ما يبانوش، ولكن بالنسبة لنا انا خط الدفاع كان قوي، كان في الموعد ديالو، مرابط في وسط الميدان، كان هناك واحد التجانس. النقطه اللي اهم هي محتاجين، انا جايلي، محتاجين ياسين بونو، لقيناه.
هنا بعض المرات المثل اللي تيقول لك بانه راه الحارس نصف فريق، فبونو كان الفريق كامل في ذاك النهار لان كان في المعيد ديالو، وشتي غلطه واحده في التمرير لان هما الفرص ديالو ملي جيت شوف ما جاوش من جمل تكتيكيه، جاو من اخطاء، وقلتها انا مرارا وتكرارا ما تخطاش قدام حريفيه لان غادي تخلص ثمن غالي ما يرحموكش. شتي كل ما كانش بونو غادي واحد الزيرو غادي نوليو عاوتاني سير غادي تبدل الاستراتيجي وغادي تعاني باش انك تسجل هدف تعادل. بالنسبه لي انا المنتخب قام بمقابله جيده، ما غاديش نقولوا مقابله كبيره ولكن جيده بارابور الخصم، نقطه من احسن من لا شيء باش تدبر المباراتين القادمتين يعني بواحد اريحيه. بالنسبه للتغييرات دخول زلزولي، حطيتي زلزولي اخر ما شفناه صراحه، ما عرفناش واش رهبق ديال كاس العالم الدري باقي صغير مثلا. شوف الدري باقي صغير لان انت كتلعب في فلاماسيه يعني في مستوى عالي، شفناه مع اوساسونا قدم مباريات كبيره، ما هنا كنهضروا على تظاهره اكبر تظاهره يعني في الكون كاس العالم، ربما رهبت المقابله لانه شفنا الولد ما دخلش في المقابله ما دخلش مركز، ولكن بلا ما نضغطوا عليه نتمنى من الجمهور المغربي ما يضغطش على هذا اللاعب لانه كيف ما قلت لك هذا هو اللاعب ديال المستقبل، فنتمنى انه يدعموا هذا اللاعب هذا اللي عنده امكانيات اللي هي رهيبه ومازال مع التجربه ديالو والخبره ديالو مع ليكيب ناسيونال فغادي يعطي الكلمه ديالو. بالنسبه لعطية الله تنظن بان انا وياك في الكواليس كنهضروا بانه الاسهم ديالو ارتفعت لانه خروج مزراوي كنتمناو ليه الشفاء العاجل ولكن ما باش لنا الفرق باش ما حسيناش بالفرق. الولد تيلعب واحد الثقه اللي هي كبيره يعني حتى في التمرير ما كانوش اخطاء التمركز ديالو لان شفناه حتى مع جورجيا الواحد يكمل 90 دقيقه يعني بكل اريحيه من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخرى ولعب اليز. وهنا غادي نفتحوا قوس على انه لما كتلعب في نادي كبير كفريق الوداد الرياضي ومتعود على ديك الضغوطات والرهبه ديال ذاك الجماهير الكبيره فصافي ملي كتعود عليها فاي تظاهر كيف ما بغات تكون بحجم كاس العالم فغادي تدخل بحال لاعب مثلا قدام ذاك الجمهور بطبيعه الحال في ستاد دونور وهذه. فبالنسبه لي عطيت الله ربح كبير للمنتخب الوطني امن به والد يعني هنا رجع لاعتبار البطوله الوطنيه بانه لاعب البطوله الوطنيه نتمنوا بانه المكانه ديالكم راه تقدر تكون شريطه الاجتهاد والعمل تخدموا ما تحقروش راسكم لانه كاينين عندنا امكانيات اللي هي رهيبه فتامن براسك انك وتخدم بجد وتضاعف المجهود باش انك تلبس القميص الوطني. وخير مثال عطية الله شفنا اشرف داري شفنا يعني تاكناوتي شفنا جبران فهذو لاعبين متميزين عندهم المكانه ديالهم وخير مثال كيف ما قلت لك هو عطية الله قام بمقابله واخا ديك 10 دقائق او 4 ساعات لما كان فتنظن بانه قام بمقابله اللي هي جيده سيد طراوة بدنية كبيرة في التركيز اللي هو عالي فربح كبير للمنتخب الوطني وربما يقدر يعتمد عليه يعني على حسب إذا كان إصابة خفيفة ديال المزراوي فممكن يعتمد عليه بشكل رسمي في المباراة ديال بلجيكا. ونهضروا عليه دائما وأنا بسحابة نقول لك دائما أنا بالنسبة لي أنا كنت مهاجم وكنعرف الضغوطات اللي كتكون عند المهاجم دائما هو كيعيش بالأهداف وين صيري على حسب أسلوبه في فلسفة وليد لانه هو كيبغي يلعب كمجموعه. نصيري داخل ليه في هذا البروفايل يعني البروفايل ديال نصيري داخل ليه في الخطط التكتيكيه ديالو لانه شوف خط الدفاع ديال المنتخب الكرواتي شكون اللي فيه؟ لوفرين مترو ما عرف شحال يعني هذوك كلهم بقامات طويله وكنعرفوا نصيري باللياقه ديالو ما كيبخلش على المنتخب يعني في التحركات ديالو كيدير واحد المجهود اللي هو جبار مجهود مضاعف ربما انه مهم يعني بالاهداف ولكن قم بالادوار الدفاعيه هي الاولى ربما في مقابلات اخرى اللي هي مثلا عاديه ممكن نعطيو اكثر حريه مثلا ولكن في مقابله ديال كاس العالم فخص المجموعه كلها كتخدم. فالدور اللي قام به نصيري من ناحيه الارتقاء من ناحيه التحركات من ناحيه الرجوع ديالو للادوار الدفاعيه لانه شفنا بطبيعه الحال هذه الناس دابا كتشوف نصيري خصو غير يسجل لا خصنا نشوفوا نصيري الادوار اللي كيقوم بها داخل رقعه الميدان ها هو في اليمن ها هو في اليسار ها هو في عمليه التحضير ها هو في الارتقاء ها هو في الكره الثانيه ها هو كيف ما قلت لك دائما تيرجع يساند الفريق لما كتكون ضربات ثابته. دونك هذا المجهود هذا باش ديرو طيله 80 دقيقه راه ماشي بالساهل راه 4 ساعات لما قالت تقدر تنفخ الا ما كنتيش فيزيك مزيان ها وين نقولها لك هذه انا كيحني مع الزاكي عنده ديك الساعه التزامات اللي هي
صارمه. انا كابيدودان خصني نرجع نساند في لي كورنير. تصور كتكون هجمه وهجمه مضاده، خصك انت يلاه درتي واحد المجهود وترجع انك تمشي تدافع مع الخوت ديالك ملي كتكون ضربه ركنيه او ضربه خطا. يعني ذاك المجهود الجبار اللي هو كبير. وكاس العالم راه ما خصكش، هادو هما الجزئيات البسيطه. تصور ما كانش نصيري في هذيك الكره اللي خرجها، راه ربما يكون هدف. دوك هادو هما الجزئيات والتفاصيل البسيطه اللي كنهضروا عليها في كره القدم. فنصيري نتمنى من الجمهور المغربي ربينا ولا كرهنا، نصيري قيمه ثابته بالنسبه للتشكيله ديال المنتخب الوطني. وانا من الناس اللي كيامن بالنصيري، وانا تنقول لهم انا هو المساند الرسمي ديال يوسف النصيري، لان تنعرف الامكانيات ديالو وتنعرف المهارات ديالو والقدره ديالو على التهديف. هادشي راه ما كيبخص، يعني باش الناس ما تفهمنيش، ان الناس ما كيبخصش العمل ديال احمد الله مثلا كهداف من طينه رفيعه ولا وليد شديره. احمد الله ممكن ان ينفعنا مثلا يعني ملي تكون لعب واحد الخطه ديال الضغط العالي، لانه هو تيبغي الكره في الرجل ماشي بحال النصيري. نصيري الارتقاء ديالو هذه ممكن، شوف راه ممكن على حسب ظروف المقابله ممكن تشوفوا كبديل عاوتاني، ممكن تشوفوا هو نصيري واحد في التحضير وواحد، لانه القوه ديال احمد الله انه لاعب مهاري، انه يقدر يراوغ جوج ويتوغل لك، عنده ذاك الحس التهديفي انصاف الفرص، ذاك الشيطه وي ذاك الكره الشيطه كتلقاها هو يعني دائما حاضر لها، عنده الضربات الراسيه. دونك لاعب اللي كيتحرك ولكن خاص يتادبط مع اللاعبين، او اللاعبين خصهم يتادبطوا مع الفلسفه مع اللعب ديال احمد الله، لانه هو دائما تيموه المدافع انه غادي يمشي باش عطيه ليه في رجلك تيدير ديك عمليه الدوران، يا كيسدد يا كيراوغك وكيمشي يسجل. دونك خصو غير شويه ديال الوقت احمد الله، لانه حتى اللاعبين يعرفوا الطريقه باش كيلعب، لانه شفنا مع الاتحاد ولا النصر ولا الفرق اللي جاوا دائما هو التحرك ديالو يعني في رقعه الميدان او في المربع او التحركات ديالو فهي مدروسه ومضبوطه. انا شفتو ماشي مره ماشي جوج مهاجم من طينه الرفيعه. انا كيعجبني احمد الله الطريقه باش كيسجل الاهداف، بغيتيها بالرجل اليسريه باليمنيه بالراس بالنيف بالصدر باش ما كان كل شيء. يعني مهاجم بالنسبه ليا غير التوظيف ديالو خصو يكون توظيف اللي هو معقول. الا كانت هذه تلعب على الضغط العالي ودير مثلا كات دو 3 1 فيصلاح ليك، او في الكات 3 3 يصلاح ليك، لانه دائما كيف ما قلت لك لانه خصو هو الاطراف يلعبوه، لانه هو تيمشي مثلا الا شد زياش خصو يمشي عنده يلعب معاه الوانتو ويخلي مثلا المساحه القادم من الخلف او اللاعب بوفار. فهذه كلها امور تكتيكات اللي المدرب خصنا نحترموا عليه، لانه عنده هو فلسفه ديالو كيشوف اللي كيسلكوا. فالمنتخب الوطني كيتكون 26 لاعب، ف 26 لاعب راه كلها فالابل، لانه هو في الاخر شكون اللي غادي يحاسبوه؟ نقولوا ليه دخل احمد الله، دخل احمد الله ويدخلوا واش الجمهور غادي حنا نلوموا الجمهور؟ غادي نلوموا والد لانه سمع الجمهور. دونك نكونوا شويه عقلانيين، نكونوا شويه اذكياء، خلوا المدرب يخدم. المحاسبه راه ما غاديش نحاسبوا حتى كاس العالم، راه ما غاديش نحاسبوا الا خرج من الدور الاول. سيدي يلاه شد الفرقه، كيكون لنا واحد المجموعه اللي هي تكون متجانسه وتكون قويه وتكون فيها واحد الاستمراريه. وشفناها من خلال النداء ديالو على اخ النوس واللاعب ضروري، كاينين لاعبين اللي هما يعني كتهضر على لاج ديال 20 21 22 مستقبل كرة القدم الوطنية. نتمنى ان الجمهور المغربي يدعم هاد الوليدات هادو مهما كانت النتائج فندعموهم، وي حنا ما كرهناش ندوزو للدور الثاني، يعني المجموعة اللي هي قوية ولكن ماشي مستحيلة، لأن المقابلة الأولى الافتتاحية راه شفنا مفاجآت. المنتخب السعودي فاز، واش كنت كتهن بأن المنتخب الأرجنتيني خسر؟ ما كاينش، تسول أي واحد يقول لك لا، من غير هيرفورنور هو اللي عارف هو اللي عارف بعد واللاعبين. كنتي كظن المانيا تخسر مع الجابون، مفاجات اللي شفنا من العيار الثقيل. وي ما فيهاش منطق، في ان امنوا بالحدود ديالنا، عندنا منتخب اللي هو قوي في، ولكن راه كل مقابله وعنده الخصوصيات ديالها. دوك المقابله بالنسبه لنا تعادل بطعم الفوز ممكن، لانه كيبقى الامل، لانه الهزيمه هي اللي كتخليك تبدا تفكر ان لازم عليك انك المباراه الثانيه انك تفوز بها، شرط اساسي. ميم كيكون تعادل تقدر مع المنتخب البلجيكي كتقول عاوتاني تعادل او انتصار مزيان، لانه علاش دائما غادي تبقى الامور حتى لاخر مقابله، ماشي انه كتنهز مشي مع كرواتيا شوف واش تقدر انك يعني تنتصر على البلجيكا ولا لا. دوك كتولي في حسابات اللي هي ضيقه،
كوميم دابا غادي تدخل الحسابات غادي تدخلها، ولكن الحسابات كيكون عندك واحد الامل اللي هو كبير، يعني حتى المقابله الاخيره كيكون عندك امل الا فزتي بالمقابله ديال كندا في 4 نقاط، وكتبقى المواجهه الاخرى بلجيكا وكرواتيا شنو غادي يديروا فيها؟ ممكن انه تعادل وممكن هزيمه تقدر تاهل، دونك هذه كلها امور لازم ناخذوها بالاعتبار. فنتمنى ان من الجمهور المغربي يدعم هاد الوليدات ويساند الوليد الركراكي مهما تكون النتائج، لانه حنا كنبريباريو فريق المغرب. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.